بالفعل اليوم كيف ما لاحظتم معنا كان تأسيس الجمع العام انتخابي عصبة الصحراء للسباحة وجهة العيون الساقية الحمراء. كيف ما شفتوا الأجواء داس في أجواء رياضية، هذا راجع للنضج الرياضي والثقافي ديال رؤساء الجمعيات الرياضية للسباحة. الآن عصبة الصحراء للسباحة خرجت للوجود بعد واحد المجهودات، واحد العمل جبار اللي قمنا به ازيد من سنتين، وحنا في حقيقه ان هذا الشكر تيرجع حتى للجامعه الملكيه المغربيه للسباحه اللي حتى هي ساهمت الدور ديالها باش يتم تاسيس ديال هذا المولود الجديد. الحمد لله دور كبير وفعال اللي خلقته جماعه العيون من هذه البنيه التحتيه والبنيه الرياضيه بالعدد ديال المسابح اللي ما تيتوفرش فيها عليها مدن في المغرب، ومنها مدن في افريقيا، 4 ديال المسابح نصف اولمبيه 25 متر ومسبح اولمبي في نهايه الانجاز 50 متر. الحمد لله هذه البنيه اللي تتخلينا ان شاء الله باش يخرجوا لنا ابطال ان شاء الله في المستقبل القريب، واللي غتفتح المجال لهذه الفئه الناشئه اللي غنخدموا معها ان شاء الله وغنوفروا لها هذه البنيه. هذه جامعه العيون غتكون قريبه ومسانده رسميه للعصبه، لان لولا الجماعه ان شاء الله ما غاديش الامور غتمشي بالطريقه اللي خصها تكون. حنا التواجد ديالنا كرئيس لجنه رياضيه بجامعه العيون غنكونوا متواجدين مع العصبه، وشرف كبير باش نشوفوا رئيسه عصبه امراه في المنطقه ديالنا، المنطقه ديال العيون، منطقه صحراويه اللي ما كايناش في المغرب، اول امراه صحراويه اللي تترأس وتتقلد هذه المهام. هذا غادي نساندوها ونعاونوها ان شاء الله باش ان شاء الله الهدف ديالي كامل هو انه نشوفوا ابطال في القريب، زعما في الوقت القريب اللي غادي يخليوا مدينه العيون تكون لها احسن تمثيليه. كنتمنى كاول رئيسه للعصبه ديال الصحراء عندي خطوط افق عريضه بالجهات الجنوبيه الثلاث، كنتمنى تحقق، والهدف الاول عندي هو تطوير التقني للانديه بالجنوب كامل، يكون عندها مدربين تقنيين واحد، لان الجهات كاملين ديالنا كيزخروا بسباحين وغادي نشتغلوا عليهم، وغادي ناسسوا انديه باش تشكل لنا واحد الحاجه، تشكل منعطف جديد في الجهه الثالثه الجنوب، وتعطي عصبه كتخدم مزيان وتعطي ابطال وسباحين.